يا أخي إذا وضحت جبينك كيف الآن تأمل في أدعية الأنبياء. والله شيخ إنك تستحي من ربك حقا. والله يغير الكون كله أحيانا لأجل دعوة. أني مغلوب فانتصر بس نوح راحت الدعوة رفعت إلى السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وبسر. طلع نوح لا عاصم اليوم من أمر الله. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. فلما دخل الرجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. قال أنس والله ما في سماء المدينة سحاب. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في قلب ملئه الفقر والظن الحسن بالله. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم لا نزل من المنبر إلا ولحيته تقطر بماء السماء. اللهم صل وسلم ذلكم الله رب العالمين. سبحان الله الحمد لله سبحان الله.